حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادية فيكم من قناة الرافدين. اعتبر عضو برلمان كردستان العراق السابق جهاد حسن اعتبر أن تأخير صرف رواتب موظفي كردستان العراق مقارنة بصرف زيادات لرواتب المتقاعدين من بغداد يؤكد وجود تفرقة في تعامل الحكومة مع مواطنيها. وقال جهاد حسن إن مواطني كردستان العراق مثل مواطني باقي المحافظات العراقية، مبينا أن تأخير صرف الرواتب وعدم إرسال المستحقات المالية للمحافظات الشمالية يؤكد وجود تفرقة في تعامل الحكومة مع مواطنيها. أكد قائم مقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي وجود مشاريع ليست ذات جدوى اقتصادية في ديالى وتتم الموافقة عليها ويتم إنجازها دون أخذ رأي إدارة القضاء. وأضاف الحيالي أن المشاريع المهمة في القضاء يجري أو لا يجري تمويلها، ويجري العكس مع مشاريع أخرى يتم الإشراف عليها من قبل ذات المهندسين وبشكل متكرر، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام فيما لا يمنح بقية المهندسين ذات التجربة رغم أنهم متساوون بالكفاءة. حمل خبراء اقتصاديون مسؤولية أزمة انهيار الدينار للسياسات الحكومية في وقت بلغت فيه مبيعات النفط 4 مليارات دولار العام الماضي. وقال الخبراء إن تفاقم أزمة سعر صرف الدولار وانهيار الدينار وخروج الوضع عن السيطرة في السوق الموازية يرجع إلى عجز الحكومة والبنك المركزي تقديم حلول حقيقية للخروج من الأزمة في وقت يمكن للحكومة أن تبيع النفط باليورو أو اليوان الصيني واستخدام مبالغه في تسوية المعاملات التجارية مع باقي الدول، وهو ما سيدفع سعر الدولار إلى التراجع ويعيد للدينار هيبته التي فقدت بسياسات اقتصادية ومالية فاشلة تتبعها الحكومة. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي بنسبة 88% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 200 مليون دولار. وقالت مصادر في البورصة إن البنك المركزي باع خلال مزاد الدولار الأمريكي اليوم يقارب 204 ملايين دولار غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي. أعلن مجلس إدارة جمعية مصدري الفواكه والخضار الطازجة في منطقة البحر المتوسط التركية أن العراق جاء ثانياً في استيراد الحمضيات والفواكه من تركيا خلال 9 أشهر. وأوضح رئيس مجلس الجمعية فرحات جوروز أوضح أن الصادرات زاد مجموعها على 282 طناً من الحمضيات والفواكه إلى الأسواق الدولية خلال هذه الفترة، وأشار إلى أن أكثر الدول استيراداً لهذه المنتجات من تركيا هي روسيا والعراق ثم ألمانيا، حيث احتل العراق المرتبة الثانية بقيمة 34 مليون و700 ألف دولار. والآن هذه انتقال سريع مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.